مرحبا شباب، النهاردة هقول لك معلومة جديدة عن سعة أبل. ازاي تستفيد من سعة أبل في تمرينك اللي انت بتعمله في الجيم بنفس الشكل اللي انت شايفه قدامك ده؟ ازاي تعمل تراكينج لكل حاجة بتعملها في التمرين ويوم التمرين بتاعك، وازاي تطلع السعرات الحرارية، وتطلع كم مرة انت اتمرنت في الشهر، وبيطلع لك تقرير كامل عن ان انت عملته سواء يوميا او اسبوعيا او شهريا. من المعروف في سعة أبل انك لما تروح على تطبيق الورك اوت مش هتلاقي تمارين اللي هي مثلا بتاعتنا اللي هي صدر وباي، ظهر وتراي، رجلين، اكتاف او دراع. فكل اللي مطلوب منك انك تدخل على تطبيق الورك اوت، وبعدين هتيجي هنا على اذر. اذا ما لقيتهاش هنا ممكن تكون تحت. اوكي، اذر انت بتضيف فيها التمارين اللي انت بتعملها. يعني مثلا انت بتعمل جامب رو، بتعمل مثلا تراديشنال سترينث تريننج، او انت مثلا بتعمل ووكينج او رانينج او واتيفر، انت بتعمل ايه. لو انت حابب تضيف حاجة على الاذر، تمام، بتيجي تعمل هنا اد ورك اوت، وبعدين تضيف اللي انت عايزه سواء اي نوع من انواع الرياضة. لكن زي ما قلت لك في الاول ان مش موجود التمارين بتاعت الاسترنس، فكل اللي مطلوب منك انك تدخل على تطبيق الورك اوت، وبعدين تروح على اذر، وبعدين هتدخل هنا. طبعا دي التمارين انا ضايفها هنا، ليجز، هنا كارديو، هنا باك، وهكذا. بعدين هتيجي هنا تعمل كريت ورك اوت. بعدين هنا بيقول لك اختيارات، هل انت عايز الورك اوت ده الكاستمايز بتاعه، يعني التخصيص بتاعه، يكون مثلا انت عايز تحرق عدد سعرات حراريه معين، او ان هو اوبن جول، او ان هو مثلا وقت انت مثلا عايز تمشي مثلا لمده 20 دقيقه او نص ساعه. لا، انت عايز تعمل مثلا تمرين مخصص مثلا لتمرين الصدر، تمام، هتدخل هنا على كاستمايز. بعدين هنا بيقول لك انت هتعمل قد ايه او كم دقيقه ورم اب، اعمل لها سكيب، وبعدين الكول داون، تمام. وبعدين هنا اللي في النص دي هي الاساسيه اللي هي الورك اوت نفسه، تمام. طبعا انت هتعملها وورك، تمام، وخليها اوبن احسن. وبعدين الكول داون اعمل له سكيب. وبعدين هنا التايتل او العنوان بتاعه او الاسم، اللي هتدخل تكتب اسم الورك اوت اللي انت هتعمله. هنا مثلا تكتب شيست HEST، ظبطت. اوكي، ممتاز. وبعدين تعمل دن، تمام. وبعدين تعمل كريت ورك اوت، تمام. بعدين هنا ممكن تيجي تشوفه، هتلاقي هنا الكاستمايز بتاعك شيست، هنا الورك اوت اللي انت عملته. بعدين لما تيجي ان شاء الله مثلا النهارده هتلعب صدر، وهكذا تضغط عليه. وبعدين تيجي هنا تاني ممكن بقى تضيف باقي التمارين بتاعتك، لو انت هتلعب الدراع لوحده في يوم، لو انت هتلعب الصدر، لو انت هتلعب الظهر، وهكذا تضيف التمارين بتاعتك على حسب اليوم بتاعك. ومن هنا من خلال اذر انت ممكن تضيف اي نوع تمرين انت عايزه او انت عايز تعمل له كاستمايز. هنا كمان في الاذر ممكن تضيف التمارين بتاعتك اللي انت بتعملها. يعني انا ضايف الستير ماستر، ضايف مثلا الاوت دور ووكينج، ضايف السويمينج، ضايف الرننج، ضايف الوكينج، وهكذا على حسب كل شخص هو بيحب يضيف ايه، تمام. وزي ما شفتوا النهاردة ازاي انك تعرف تضيف التمرين بتاعك، تمرين الجيم العادي التقليدي بتاعنا، على ساعة أبل عشان تعمل له تراكينج وتعرف انت اتمرنت كم مرة العضلة في الاسبوع وهكذا.